أخبار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أرحب بحضراتكم مع كلام مبروك وبوابة أخبار اليوم. احنا اكيد قبل ما نبقى اساتذه في الجامعه كنا طلبه علم من كتاب، نحفظ قران وبنروح ازهر وبنذاكر رياضه وانجليزي وجغرافيا وتاريخ ولغه وشريعه وتوحيد وسيره وتفسير وعلوم كتيره جدا. اللي انا اعرفه طلعت بيه بعد عشرات السنين بحكمه ده، وبعايزينها بقى طلاب الثانويه العامه وطلاب الدكتوراه كمان يستفيدوا منها، يبقى خير كبير جدا. الحكمه دي هي ايه؟ خلاصة 60 سنة. ينبغي على طالب العلم أن يستثني حياته من الكتاب، لا أن يستثني الكتاب من الحياة. احفظوها. ينبغي على كل طالب علم أن يستثني حياته من الكتاب. حياته يعني أكله وشربه ونومه ورياضته لو بيتريض ربع ساعة، ولو تعبان يروح للدكتور، دي حياته. كتابه مفتوح، كتابه ده هو الأصل. وبعدين يقول لي كتابه باللغة العربية السليمة أو بالإنجليزية حتى، اكسكيوز مي، بعد إذنك أنا هاكل. معايا يا بطل، معايا يا مستقبلي، معايا يا عمري، معايا يا قلبي، أنا بعد إذنك أنا هاكل ومش هتأخر عليك. بيخاطب دينه اللي قال له يا يحيى خد الكتابة بقوة. القوة مش ساعة مذاكرة ولا ساعتين. اللي عملوا كده دمروكوا ودمروا أجيال. ذاكر ساعتين، الكم والكيف كله هجس، كله كلام فاضي. حياته خد الكتابة بقوة. القوة عايزة وقت وعايزة تركيز وعايزة بال فاضي وعايزة قبل كل ده عشق، حالة عشق تتحول لحياة، مش حالة عشق يومين أو هو مبسوط. أنا بحب الرياضة، أنا ما بكرهش، ما فيش حاجة في العلم تتكره، في حاجة تقبل وحاجة أنا بلاقي بيني وبينها صدود مش قادر أستوعبها. ربنا عمل كده عشان تتخصص في دي، واللي صعب عليك عند غيرك لبانة عشان يعم النفع للدنيا وللمجتمع. دي مش قضية، لكن واجب عليك، يعني واجب عليك. علم ما بتحبوش وهتمتحن فيه والدرجة هتفرق. الأساس عشان ما نقولش كلام كتير أهبل، لازم نعرف أن أي طالب كتابه مش مفتوح على مدى الـ 24 ساعة فاشل، فاشل. وأي أستاذ وأي مدعي أنه قارئ وبيقرأ ما كانتش الكتب حياته ويستثني منها حياته. وبعد إذنك ممكن أريح جنبك نص ساعة والكتاب مفتوح، مفتوح. زهق بيعمل تشينج كده، يتاخر الكتاب ده ويجيب مادة تانية. دي شغلته، ده دينه، عبادته، جهاده عند جندي خلص وبقى في القوات المسلحة ودخل القوات المسلحة. جهاده في سبيل الله الخوذة والبندقية الآلية والخزنة والسلاح ويوقف خدمة، ولو جه الدولة قررت تحارب أو ترد عدوان يموت، ده جهاده في سبيل الله. والبقال جهاده ان هو يفتح قبل الفجر ويسمي ويصلي الفجر على باب الدكان، عشان جايز جدا زبون يكون مستعجل عايز حته جبنه يفطر بيها، مش هستناه لما يجي الصلاه واقامه الصلاه تلت ساعه بين الاذان والاقامه، لا ابدا، يصلي قدام المحل او جوه. جهاد الست ببيتها ونظافتها وتربيه اولادها، جهاد طالب العلم في كتاب مفتوح. تقولي انظم وقتي، اعمل جدول للمذاكره، دجل دجل. انت عليك العلوم كل في مادة تستوعبها في 5 دقايق، تاخد ال5 دقايق. انا بمجرد ما فرها كده من الاول للاخر هقول دي كذا ودي كذا، وده منجنيز وده فوسفات وده الخريطة وده بودنين البحر الاحمر، وهنا اسيا وتحت اوروبا افريقيا على هيئة مثلث، القاعدة فوق والراس تحت، وادي جنوب افريقيا وادي شمالها مصر وادي معرفش ايه وادي بابا بابا با. خلصنا ودينا، تعالى هات النحو، ادي الفاعل لابد ان يسبقه فعل، كبرت شويه او ما يشبه الفعل، مصدر ممكن، وبعديها يجي الفاعل مضاف اليه مجرور لكنه مرفوع محلا، وعندي وامسك تطبيقاتي. انا كنت وانا زيك في ثانويه عامه ازهريه، يعني عندي ضعف المواد بتاعتك،
كانت كل الأسئلة اللي في الدنيا بتخلص وأنا بقعد ألف لنفسي أسئلة. لو مسألة في الرياضة أضربها في اتنين، اتغيرت عشان أحل بنفس الخطوات، أقسمها على أربعة، أتفنن في إنه ما جابش دي، مستحيل هيبقى فيه اتنين مجاهيل في أي مسألة خلاها ربنا. لازم تبقى مدمن كتاب. أي حد يقول غير كده دجال، بيفسدك ويفسد أهلك ويفسد الأمة اللي تنتمي إليها. الأولاد لما يبقى ثلاث أرباع حياتهم ضيعة ما بين شات ونت وصفافير ووقوف على النواصي وأندية، ده فشل. وفشل لمين؟ لناس ربنا قال عليهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. عمرك ما هتزيد هدى إلا إذا ازددت قراءة، وكلما قرأت شعرت بضعفك وجهلك وتريد أن تقوى من ضعف وأن تعلم من جهل وأن تتحول من حياة كئيبة إلى حياة كلها سعادة، ولن يكون ذلك إلا بإدمان كتابك. أقول لكم معلومة كبيرة قوي، الله يرحمه الإمام البخاري صاحب الجامع الصحيح أصح كتاب بعد المصحف، كان هو صغير مدمن كتب وفضل مدمن لغاية لما مات. كان عنده راجل اسمه محمد الوراق، يعني بيكتب وراه. فالناس سألت محمد اللي وراه اللي شايله الشنطة، يعني محمد محمد ابن إسماعيل، ده اسم البخاري، محمد ابن إسماعيل أبو عبد الله، بياخد دواء إيه عشان الذاكرة؟ لأنه في مرة جماعة بيمتحنوه فسألوه في 100 حديث متلخبطين سندا، يعني حدثني شعبة عن عبد الله، جابوا عبد الله قبل شعبة 100 حديث، وقالوا له ايه رأيك في الأحاديث دي؟ قال اسنادها مش سليم، انت قلته في الأولاني حدثني عبد الله عن شعبة وهو شعبة عن عبد الله، الثاني قلته زيد عن عبد الله وهو عبد الله عن زيد، الثالث أبو العالية عن شعيب وهو شعيب عن أبي العالية، 100. فقالوا الولد ده بياخد دواء للذاكرة. يا محمد تعرفش الدواء اللي بياخده البخاري؟ قال معرفش، أسأل. فسأل بيقولوا إنك أنت بتاخد دواء للذاكرة، قال والله ما بياخد حاجة. بعد ثانية واحدة قالوا آه يا محمد، قل لهم معلش. قال له ايه؟ قال له اكتب ورايا الدواء اللي انا باخده عشان ذاكرتي تبقى ذاكره. قال له ايه؟ قال له ادمان النظر في الكتب. ادي الدواء، عايزينه هتفلحه، مش عايزينه انسى واستنى اللك اللي يوسي كي، يعني الحظ اللي مش هيجي ابدا، واذا جه سنه مش هيجي اللي بعديها. تحيه لكم والى اللقاء مع كلام مبروك.